مساء الخير، فرحانين نكون مع بعض. انا كمان فرحانه ان انا اكون في بيت الرب، فرحانه ان انا نكون مع بعض كجسد. احنا الشهر ده بنتكلم عن الكنيسه، ودي فرحه الرب ان الكنيسه تتجمع مع بعض وتقعد قصاده، وهو لما بيجي بيحصل ايه؟ بيوزع بركات، بيشفي، بيهرب الحزن، يهرب التنهيدة، تهرب حاجات كتيرة، تهرب. خلينا وإحنا بنبتدي قعدتنا قدامه كده إيه، نرفع قلبنا للرب ونقول له يا رب جايين النهاردة افتح عينينا على حضورك اللي موجود وحاصل وسطينا، لأن الرب ساكن وحاضر هنا وسطينا. أمين. يا رب جهز قلوبنا يا رب، وافتح قلبنا وعينينا الروحية أنها تشوف حضورك. أنت بتيجي تشفي، بتيجي تعزي، بتيجي بتبارك. أشكرك يا رب لأنك أنت موجود. يا رب صدق أن كل واحد داخل النهاردة هيخرج وملامحه متغيرة، مليان شبع، مليان راحة، مليان سرور، فرح حقيقي وشفاء لكل كسرة وإجابة لكل حيرة. صدق يا رب أن حضورك النهاردة هيكون بيحتضن كل واحد فينا. أمين. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا ترتفع يا يسوع ما بيننا، نلمس الحضور بروحنا والذبايح تترفع على يا يسوع المجد بيك، كلمة منا رب تحيي كل قلب بينادي، محتاج والعدو يرجع مكانه
اشبعني بي اشبعني ربي بفطرنا فلا في أيدي أن أبحث عن سوى أن أبحث عن أشكرك يا رب أشكرك أشكرك لأنك أنت مصدر الحب والحياة لأنك أنت اللي بتمسح الدموع وحضورك يشبعنا يكفينا ويملانا ابتهاج. افتح عينينا نشوفك دلوقتي واقبل ذبيحة تسبيحنا وإحنا جايين نقدم لك ثمرة شفاء معترفة باسمك. هللويا. تعالوا نسبح الرب من كلمات مزمور 92 من عدد 1-5. خلونا نقف مع بعض فعلا. حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداء وأماناتك كل ليلة، على ذات 10 أوتار وعلى الرباب على عزف العود، لأنك فرحتني يا رب بصنائعك بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. هللويا. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب
كل اتنين جنب بعض سبح الرب بكلماتك قبل ما نكمل تسبيح بكلمات حد تاني كاتبها، لكن سبح الرب بكلماتك. تعظيم اشكرك، مهبتك تملانا، حضورك غرقنا. تعال إن تصانع السماوات والأرض، لك ينبغي التسبيح، لك يوفى النذر. يا خالق الأكوان والناس بنسمع فيها حياة، كل الخليقة والأكناس بتسبح اسم الله. Hallelujah, 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 hallelujah,
يا سيد الأسياء بنحتفل بفتينا الحي من تفتح عينينا، تفتح عينينا، تملى حياتنا ضي، لأن اللي نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. كل اللي نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. افتح عينينا تشوف جمالك يا رب. نباركك يا ملك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قال ارتفعت رأسا
خلينا نسكت قدام الرب لحظات في صمت مهابة قدامه واستقبال منه. خلونا بكل خشوع وقار نعبد الرب بجمع عطايانا ليه. نشكرك، نشكرك عشان عظمتك اللي بتعلنها لينا. نشكرك يا رب عشان بتباركنا بالخيرات الكتيرة، ومنك الجميع ومن يدك أعطيناك. نشكرك يا رب علشان كل خير وبركة بتديها لنا، وجايين نقدم لك عطايانا يا رب. نشكرك على صنيعك في حياتنا، كل المجد ليك يا رب. آمين. يكون لنا وقت نسمع كلمة مع الشيخ سامي ثابت، ومبسوطين قوي انه يكون معانا النهاردة. امر مبهج جدا ان احنا
نجتمع في بيت الرب في الكنيسة نحتفل به ونسبحه ونعبده، واحنا بنسبحه عينينا ترتفع عليه. جميل قوي ان احنا نكون لينا هذه الشراكة مع الرب في يوم زي كده. النهاردة احنا سبحنا جماله، شكرناه على عطاياه، على وقوفه معانا، على شخصه اللي بينظر الى اوجاعنا، اللي بيشدد حياتنا بيمينه القديرة الممتلئة قوة. هو إلهنا المستحق. احنا النهاردة هنكمل في السلسلة اللي ابتديناها مع بعض من أسابيع قليلة عن رب الكنيسة، والنهاردة الموضوع بتاعنا هيكون عن أهمية الكنيسة. وهي الحقيقة أهمية أي شيء مش بتكتسب بالكلام اللي بيتقول عليه، بيتقال عليها أنها مهمة. يعني مهما أنا قلت الكنيسة مهمة عشان كذا وكذا وكذا، دي مش هتعملها مهمة. لكن أهمية الشيء بتكتسب لما يكون في رد فعل وموقف تجاه هذه الحقيقة. يعني إلى أي مدى أنت هتاخد الموضوع ده، وأنت هتاخد الموضوع ده كأولوية عندك، إلى أي مدى أنت هتتجاوب وتاخد موقف إيجابي مع هذا الأمر، دي معناها أن الموضوع مهم وكان يستاهل. حب دايما في الجزء اللي اتكتب عن الكنيسة في إشعياء 60 خليها أقرأ مع حضراتكم، بيقول قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. هنا روح النبوة على لسان إشعياء بيتكلم على حضور الله في وسط الكنيسة، وحنا متأكد انها في وسط الكنيسة بسبب الكلمات اللي بعد كده اللي بتشرح. قومي استنيري، بيكلم الكنيسة، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء الشراقق. تفضلوا استريحوا. حقيقة لأنه بيتكلم على مجد الرب عليها يرى، دي نفس كلمات يسوع اللي اتكلم فيها عن الكنيسة في يوحنا 17 وقال أنا ممجد فيهم، دي نفس شهادة يوحنا لما اتكلم عن نرأينا مجده مجدا. عشان كده الكنيسة هي مكان حضور مجد الله. وهو هنا بيتكلم في إشعياء عن إزاي إن الصورة هي صورة فعلا جميلة اللي بيشرح بيها الموقف، إن في ظلمة تغطي الأرض كلها والأمم في ظلام دامس، لكن في وسط الكنيسة في نور علشان الرب أشرق عليها وبيميزها بإعلان مجده فيها. والنتيجة بتكون إيه؟ إن مش إن الكنيسة دي تبقى منعزلة عن الظلمة، ولا الكنيسة دي تبقى في مكان بعيد، لكن إنه الأمم هتسير في هذا النور، والملوك هيجدوا في الشراق هذا المجد وهذا البهاء مكان وسكة يتحركوا فيها. هي دي كنيستنا، هي دي عمل الله، دي عروس المسيح، ده كسرت يسوع المسيح اللي احنا كلنا مع بعض اعضاء فيه. خلونا نصلي. غمض عينك كده وقول يا رب انا احب اسمع منك انت عن الكنيسة. لو انت شايف الكنيسة مهمة يا رب اعلن كده لقلبي النهاردة. يا رب عايزين نشكرك على مجدك اللي عليها يرى، عايزين نشكرك على يسوع المسيح اللي انشأ هذه الكنيسة بتجسده وبإخلاءه عن نفسه وبذبيحة محبته على الصليب وبقيامته، صار لينا أن أكون جسد واحد يمجدك على الأرض. يا رب أشكرك من أجل كل واحد وكل واحدة من إخواتي لأني بشوف فيهم يسوع. عايز أشكرك يا رب فعلا من أجل علامة الدم على حياة كل واحد فينا لأنها بتعلن خلاص يسوع. عايز أشكرك يا رب فعلا من أجل انتظارنا ليك في وسط الكنيسة، أن أنت تعلن ذاتك بقوة وتأتي بإشراق مجدك لكثيرين. في اسم المسيح بنسأل، أمين. المرة اللي فاتت الشيخ طارق كان بيتكلم معاكم عن دور الكنيسة،
واحنا بنتكلم في السلسلة دي عن رب الكنيسة، هنتكلم عن الكنيسة لكن الحقيقة التركيز على ربها اللي صنعها بهذه الصورة المضيئة المبهجة العظيمة الممتلئة. في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن دور الكنيسة واتقال ثلاث أدوار، دي مراجعة سريعة كده تاخد دقيقتين بس نبني عليها الأهمية بعد كده. اتكلمنا عن ازاي انه في يوحنا 17 اتكلم الرب يسوع في صلاته عن الكنيسة وقال في ثلاث علامات بتميزها، زي ما بيقول له لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، وبعد كده بيقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. والثلاث علامات اللي بانوا في الحتة اللي احنا قريناها دي إن الكنيسة دي هي مجموعة المؤمنين اللي بيؤمنوا ببشارة يسوع المسيح، ليؤمنوا بالكلمة المتجسدة اللي أعطت خلاص وحياة أبدية، وفي نفس الوقت العلامة الثانية إنه اللي دول متحدين معا، إن المؤمنين دول ليهم صفة إن هم يتحدوا معا. وثالث نقطة إنه هم مش بس متحدين مع بعض لكن متحدين مع الله الآب والابن والروح القدس، فمؤمنين متحدين ببعض وبالرب. وفي ثلاث أساسات اتقالت برضو في يوحنا 17 اتكلم عنهم طارق المرة اللي فاتت. أول حاجة إن الكنيسة دي هي امتداد ليسوع المسيح الحي في العالم، إن يسوع ما سبناش، إن يسوع لم يترك الأرض لكن هو باقي فيها في جسده. وزي ما سمعنا المرة اللي فاتت انه جسد، ان احنا جسد يسوع المسيح، دي مش معناها دي صفة بيوصف فيها ان الكنيسة توصف بالجسد، لا ده حقيقة احنا جسد يسوع المسيح، احنا اعضاؤه من لحمه ومن دمه. عشان كده يسوع حي في العالم، يسوع موجود في العالم. مش كده المسيح قال إن الأعمال التي أعملها تعملونها وأعظم منها لأني ذاهب إلى أبي. هو ماشي لكن هو موجود في الكنيسة وتعلن تعلن مجد الله على الأرض، وأنا ممجد فيهم، مجد الله في وسطنا. مش كده يسوع حي في وسطنا، الكنيسة هي امتداد يسوع. نقطة تانية إنه زي ما هو قال عن نفسه أنا لست من هذا العالم، هو بيقول علينا إنهم ليسوا من هذا العالم. إحنا مش من العالم، إحنا طباعنا ومبادئنا وصفاتنا، إحنا نوعية علاقتنا وأحلامنا وأمنا مش من النوع بتاع العالم. زي ما هو بالضبط ليس من هذا العالم، هو إدانا هذا الحق ودانا هذا التميز إن إحنا لسنا من هذا العالم أيضا. لكن إحنا مش لسنا من هذا العالم إن إحنا نفضل متقوقعين جوه أنفسنا جوه بقليلة كده ولا كورة منفصلين عن العالم، لا بالعكس، ده هو زي ما هو الآب أرسل الابن والكلمة إلى العالم، هو بيرسلنا إحنا كجسده إلى العالم. فإحنا مش منفصلين عن العالم بفكرة ان احنا منعزلين عنه، لا احنا فيه لكن مش منه، احنا محفوظين من الشرير زي صلاة يسوع المسيح عنا لست اسأل ان تأخذوا من هذا العالم بل ان تحفظوا من الشرير. ليه؟ لان هما هيكونوا في العالم وهيعلنوا مجد يسوع في وسط هذا العالم. واخيرا الادوار اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت عن دور الكنيسة، اول حاجة انها تقدم الانجيل، تقدم البشارة، تقدم بكرازة حقيقية عن من هو يسوع المخلص، وتعلن رسالة الخلاص المبهجة المجانية، خلاص يسوع المسيح للعالم، إن الكل مقبول، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي كل من يؤمن به يكون له حياة أبدية. دي الكرازة بالإنجيل. وقلنا كمان إنه في محبة عملية، دي دور من الكنيسة لازم تقوم بيه، إنه لو أنا حكرز أقول كلام حلو عن يسوع لكن أشوف حد من إخواتي محتاج إن أنا أقف جنبه أو أسنده أو أعزيه أو أديله فلوس أو أقف بجواره، لازم أديله هذه المحبة، إن المحبة العملية تكمل الكرازة. هو ده تقديم الإنجيل. وقلنا الدور الحاجة الثانية في الأدورنا إنها تلمزة المؤمنين، إن المؤمن يتتلمز ويكون مشابه صورة سيده
ويكون هو في كل مكان بيروح فيه هو يسوع المتجسد في وسط العالم. وأخيرا دور الكنيسة أنها ترسل إلى العالم وتكون متجسدة في وسط العالم. وزي ما كنا بنصلي المرة اللي فاتت إنه كل واحد في شغله، كل واحد في دراسته، كل واحد في مدرسته في جامعته، كل واحد في البيت بتاعه في الشارع في المنطقة بتاعته يكون بيتجسد يعلن يسوع في وسط المكان اللي هو فيه. وبكده يبقى دور الكنيسة يكتمل إنها أتت بيسوع ليتمجد في وسط الأرض. النهاردة عايزين نتكلم عن الأهمية بتاعتها. ليه الكنيسة مهمة؟ وأنا هشارك معاكم بعض الأفكار البسيطة وصلي إنه ربنا يكلم كل واحد فينا بالأمور دي وأمور تانية. وأنا نفسي بعد ما نخلص النهاردة وكل واحد هو مع نفسه ويفكر هيضيف حاجات على أهمية الكنيسة. أول حاجة أحب أشاركها مع حضراتكم هي التلمذة والتغيير. كنيسة مهمة ليك أنت، مهمة ليكي أنت، علشان دي بتساعدني وبتؤهلني إن أنا أتغير وإن أنا أتلمذ وإن أنا أتشكل. أنا أعتقد من أعظم الرسائل المشجعة لأي مؤمن جديد كان أو قديم في الإيمان إنه ممكن يتغير، إنه هو مش زي ما هو كده هيفضل كده على طول، لا ده في تغيير، في سكة هتتمشي معاه، فمش هيكون الإنسان اللي عايش جوه نفسه في ضعفه في خبراته الضعيفة في سلسلة من الفشل من طباع هو مش عارف يتخلص منها من إمكانيات هو مش قادر يستفيد منها صح من علاقات بايظة مش عارف يصلحها، لا ده في تغيير. ودي حاجة رائعة مشجعة. أنا بفتكر أول ما جيت للرب وأنا كنت في سن ثانوي كانت أعظم حاجة سمعتها إنه هيحصل تغيير، لأن أنا كان نفسي بقى بتاع زمان ده يتغير، مشوار بنمشيه مع الله. وفكرة إن إحنا نتغير الكنيسة بتقوم بهذا الدور مش لأن عندها مقاييس معينة للشخص الروحي والأخلاقي الكويس، لا احنا ما عندناش في الكتاب ولا في الكنيسة مقاييس مين كويس ومين نص نص ومين روحي ينفع ومين، لا احنا عندنا مقياس واحد بس، مثال واحد بس، رب يسوع والروح القدس بيخيرنا لنكون مثله هو شخص يسوع المسيح. مش كده دي الكلمات اللي قالها بولس هو بيعبر عن هذا الحق في رومية 8 وبيقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. وبكمل بيقول لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليه ليكونوا مشابهين صورة ابنه. ودي الحق بتاع كل واحد مننا إن إحنا التغيير اللي روح القدس يصنعه في حياة كل واحد فينا مش علشان نكون روحيا أفضل، مش علشان نكون أحسن في الصلاة وأحسن في الخدمة وأفضل في المنظر كده قدام ربنا، لا ربنا ما يفرقش مع الحاجات دي خالص، عمر ما يسوع اتكلم على هذه الأمور، لكن كان دايما بيتكلم على تغيير إن يكون لينا سيد ومعلم نتشبه به. عشان كده فكرة التلمذة فكرة إن أنا أكون تلميذ ليسوع إن أنا أتغير أكون مثل سيدي، وده المشوار اللي احنا كلنا مدعوين ليه. دي عشان كده الكنيسة مهمة، لأن جوه الكنيسة أنا أقدر أعيش هذه العملية التغييرية. هي المسيح عمل كده مع التلاميذ الاثناشر، مشي معاهم مشوار في التلمذة، هيئهم وقعد معاهم وعلمهم وشارك معاهم وفرجهم وصلى معاهم وداهم تعليم وخلاهم يشوفوا خبرات كثيرة. فالتلاميذ بعد ما الكنيسة أنشئت وزي ما بنقرأ في أعمال الرسل ابتدوا يعملوا نفس النموذج وابتدوا يعملوا عملية التلمذة بنفس الطريقة. فبيتكلم في أعمال إنه كانوا المؤمنين يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، ودي الحاجة اللي تخلي المؤمن يتحول إلى تلميذ. خلوا بالكم أي مؤمن بيجي للرب بيمر تقريبا في كذا مرحلة، بس في اتنين كبار فيهم. أول مرحلة هي إنه يتثبت في الإيمان،
إنه هو بعد ما يكونش مرتاب في حقيقة خلاصه، إنه ما يكونش مرتاب وعنده ظن في صحة الكتاب المقدس، إنه ما يكونش بيخاف يقول لا أكيد ربنا ما غفر ليش عشان أنا وقعت تاني، لا يتثبت في الإيمان ويعرف إنه هو صار ابن الله وإنه هو الله بيقبله كما هو، وفي سكة لإنه ينمو مع الرب. فمرحلة التثبيت دي بتبقى مرحلة محدودة ليها مفروض زمن معين، وكل ما الزمن ده بيقل كل ما بيبقى أفضل للمؤمن عشان ينطلق بعد كده. لكن المرحلة الثانية هي مرحلة النضوج، وهي مرحلة التلمذة. دي مرحلة ملهاش نهاية، دي مش محددة، مفيش حد يقدر يقول مهما كان خادم مهما كان شخص مؤمن بقاله سنين إن أنا خلاص بقيت تلميذ، بقيت مشابه صورة يسوع، بقيت خلاص ما عنديش حاجة تتغير وتتشكل فيها تاني. لا، إحنا دي سكة بنمشيها مع بعض، سكة بنمشيها قدام الرب، الروح القدس بيعملها فينا لآخر يوم في حياتنا. ويعمل الروح القدس فينا كده إزاي؟ إنه يبتدي يحط الحق ده في وسطنا، ويدينا وسائل جوه الكنيسة إن إحنا نتعلم من بعض، ناخد تعليم حق، نحن نصلي مع بعض ونفهم يعني إيه الصلاة، وإزاي الشراكة مع الله هي اللي بتخليني أنا إنسان في تواصل مع الرب، وفي حياتي باخد منه من عطاياه وباخد منه إن أنا أقابله، وإزاي إنه أنا في شراكة بيننا وبين بعض، نشترك معا، مش بس نشارك أخبارنا لكن نشارك أعمقنا واحتياجاتنا وأوجعنا وإمكانياتنا وقوتنا. إزاي الشركة اللي بيتكلم عنها في أعمال الرسل دي هي اللي خلت الكنيسة يكون ليها منظر مميز في وسط أورشليم، إنه كان الجميع بلا احتياج لأن الكل كان مشترك معا في احتياجاته. إزاي إنه هذه الوسيلة لتلمذة المؤمنين الكنيسة بتقوم بيها، بتصنع ناس مشابهين صورة يسوع. أنا بفتكر وأعتقد كثيرين منكم يوافقوني، أنا بتعلم من إخواتي جوه الكنيسة مش من البرنامج بتاع التلمذة. إحنا عندنا برامج تلمذة جميلة في الكنيسة بصراحة، حاجة هايلة، لكن الحقيقة اللي بيغيرك أكثر هي علاقاتك مع الناس، وتشوف هو الحق اللي انت سمعته في البرنامج التلمذة ده اخواتك عايشينه ازاي، مصدقينه ازاي، ازاي قدروا يقتنعوا ويهضموا هذا الحق في حياتهم فانا بهضمه معاهم، ازاي ده هم لما بيصلوا وبيشوفوا الامور بوجهات نظر مختلفة غير وجهة النظر بتاعتي انا صلاتي بتتغير وبتشكل، انا حياتي اتغيرت بسبب اخواتي، بسبب اللي انا شفته من حياة الناس في قوتهم وفي ضعفهم. ازاي ان ضعف اخواتي وسقطاتهم فاوقات كان بيديني انا ان انا اتشجع ان انا برغم ضعفي انا ممكن اقوم زي ما هم قاموا برضو. ازاي يخلي عندي قلب ان انا اصلي من اجل الساقطين ومن اجل الناس اللي بترتد ومن اجل الناس اللي بتسقط. سكة التلمذة والتغيير اللي احنا بنمشي فيها في وسط الكنيسة دي خبرة حياتية بنعيشها مع بعض جوه الكنيسة، عشان كده الكنيسة مهمة بالنسبة لنا. احنا لن ننضج الا من جوه الكنيسة. حد يسأل طب هل يعني الواحد قاعد لوحده في حتة في صحراء وجاب كتاب مقدس وصلى وكده مش هيتلمذ؟ اكيد هيعرف ربنا ويتغير، لكن في حتت كتير قوي في العلاقات هو مش هيقدر يعرفها. احنا كتير قوي في التغيير اللي احنا بنتغيره في حياتنا قدام ربنا بسبب غفراننا لبعض، بسبب ان احنا بنسامح بعض، بسبب احنا بنحتمل بعض، ودي بتيجي من احتكاكنا جوه الكنيسة مع بعض، وبالتالي نقدر نعملها بره الكنيسة مع اهلي مع عيالي مع اصدقائي في شغلي في اي مكان انا بتحرك فيه. فالكنيسة هتظل هي المكان اللي الله صنعه عشان يشكل فينا ويصنع منا تلاميذ مشابهين السيد يسوع المسيح. عايز أرى في بيتكلم برضو انه بسبب العمل ده كان الرب يضم الى الكنيسة الذين يخلصون، ودي بتورينا انه زي ما المسيح كان بيجيب ناس بسبب كراسته هو كان كمان بسبب انه المؤمنين دول معا عايشين هذه العلاقة، وجسد المسيح ممجد في وسطهم ومستعلن في وسطهم،
كان هم اللي بيشهدوا وكان الرب يضم للكنيسة الذين يخلصون. وده جزء من مشوار تلمذتنا، ده من جزء كبير من وأساسي في مشوار إن إحنا بننضج مع الرب، إن إحنا نكون جزء من هذا الجسد الذي يكرز بيسوع المسيح وينضم لي الذين يخلصون. حتى دي في رسالة كولوسي جميلة جدا، كتير أول ما أقراها أبتدي أقول يوه كنيسة ما فيهاش الكلام ده، هو بولس بيكلم مين؟ الحتة دي إحنا بعيد قوي عنها. لكن ما فكرت فيها إنه هو بولس غالبا كان بيكلم كنيسة كولوسي لأن هم ما عندهمش الحاجات دي، لأن هم محتاجين يتعلموها. فحط نموذج لنوع الحياة والجو العام والبيئة المفروض الكنيسة تبقى موجودة فيها. وعلى فكرة هو الإنسان فينا بيكون نتيجة البيئة اللي هو فيها، نتيجة لو أنا في بيت في حب وفي تسامح وفي قبول لبعض هطلع شخصية سوية، عارف أسامح وعارف أحب وعارف يبقى عندي بيت كويس. لو البيت ما فيهوش المحبة هيبقى عندي ضغينة، بيبقى عندي عدم قبول أحيانا لنفسي كمان مش بس قبول الآخر. لو أنا موجود في مكان في محبة في قبول وعشت جواه أنا حياتي هتتغير وتتشكل وتبقى بالمنظر ده. مش كده الكلمات دي في كورنثوس لما نقراها بيقول كده على دي الجو العام الاتموسفير اللي هو عايز يشوفه في العلاقات جوه الكنيسة، فبيقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. ويكمل ويقول على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. مش عارف المبادئ دي بتقلي صعب قوي نطبقها على الشغل عندنا في الشغل في العالم، ان ده جو الموجود نكون شاكرين وغافرين بعض بعض وفي طول أناة ولطف وأحشاء رأفات. يعني غالبا مش هو ده الجو العام اللي موجود في الأشغال أو حتى في أي مجتمع بيعمل حاجة كويسة. الصفات دي مش موجودة غير في مكان اتعلم الغفران واتغفر ليه وتعلم القبول لأنه هو اتقبل من الله. مش كده لو الكنيسة فيها الجو ده من اللطف من أحشاء الرأفات من التسامح من طول الأناة والاحتمال من الشكر، نكون شاكرين في كل ظروف ونكون فينا سلام من الله، تالي دي بيئة تخرج إنسان مثل يسوع. مش كده الكنيسة مهمة؟ احنا نقدر نعيش هذه المبادئ. بولس كلمها لكولوسي مش عشان شافها فيهم لكن عشان نعلمها لهم، واحنا كل يوم محتاجين نتعلمها عشان تكون دي البيئة اللي احنا نعيش فيها فيخرج مننا ومن الآخرين ناس مشابهين إلى صورة يسوع. أول نقطة التلمذة والتغيير، الكنيسة مهمة علشان هذا الأمر. النقطة الثانية اللي حب أشاركها معكم إن الكنيسة دي مكان أحتمي فيه. الحماية جزء من طبيعة الله. نقرأ كتير قوي في المزامير وده بسبب خبرة داود كمان إنه كان بيهرب فعايز حتى يستخبى فيها، فكان دايما الرب صخرته وحمايته على صخرة يرفعني يسترني بستر خيمته. دي طبيعة إلهنا، دي طبيعة الإله اللي هنعرفه ما يجرسكش ما يسيبكش بلا حماية، لا عايز يضمك ما يفضحكش لا يستر عليك. عشان كده الكنيسة بتاعته فيها هذه الطبيعة، فيها طبيعة إنها تحمي كل من يلجأ إليها لأنها من طبيعة إلهها. كنت بقرأ في كذا حد من أباء الأولين كتبوا عن الكنيسة وقالوا إن فلك نوح ده صورة من التشبيهات للكنيسة، إنه زي إن جوه الفلك ده إنه حمى عيلة نوح وأولاده
والحيوانات اللي كانت معاه، برغم ان الدنيا بره كانت موت، كان طوفان وهلاك، لكن جوه الفلك ده كان حياة، وأبقت الحياة على الأرض بعد كده. والحقيقة أنه دي الصورة برضو اللي اتكلم عنها في أشعة اللي قريناها، أنه هو إزاي في ظلمة في كل حتة، لكن عليك في نور، في تميز في الحتة دي. اللي يروح فيها هيلاقي نور، اللي هيقعد بره هيبقى يعيش في الظلمة، اللي هيخش جوه هيلاقي حياة. ودايما فكرة أنه العدو الخير دايما يجي على القطيع ويمسك مين؟ مين اللي بيفترسه؟ اللي مش في وسط القطيع، اللي ماشي على الجنب، اللي متأخر شوية، اللي حب يستكشف حتة ما راحوش يأكلوا فيها قبل كده، هو ده اللي الذئب يجد ان هو ده الفريسة السهلة فيبتلعه. دايما عن محالات عدو الخير انه عايز يفترسنا، واحسن حل انت تدهوله وانت تدهوله ان انت تنفصل عن الكنيسة، ان انت ما تكونش محمي بيها. عايز اقول لك وعايز اقول لك، لو في وقت انت متضايق من ناس جوه الكنيسة، اوعى تسيب الكنيسة، انت هتكون عرضة لعدو الخير انه يفترسك. ممكن يكون بيرمي جواك حاجات، ممكن يكون بيحط جواك خطايا قديمة وجديدة، ممكن يكون يبتدي يشككك حتى في إلهك لو أنت بعيد عن مكان الحماية. أنا محتاج الكنيسة أحتمي فيها، لأن إخواتي وفي وحدتهم جسد يسوع المسيح، وأنا ببقى لازق ملتصق في يسوع المسيح. الكتاب يقول أما من يلتصق بالرب فهو روح واحد. أنا لما بلزق في جسد يسوع المسيح في الكنيسة، أنا ببقى روح واحد مع الله، حتى لو أنا جوايا فيه أفكار، متضايق من حد أو متضايق من موقف أو متضايق من وضع، لكن ده جسد الرب، ده روح الله اللي فيه، ده المكان اللي احتمي فيه، ده المكان اللي لازم أجري عليه، وده المكان اللي الكنيسة لازم تتحرك فيه وتدور على الناس اللي بقت فريسة لعدو الخير. مش كده مهم نسأل على الناس اللي بتبعد، الناس اللي ما بتجيش، الناس اللي مش بتواظب، الناس اللي كانت موجودة عندي في المجموعة وخرجت. مش معنى أنها خرجت من المجموعة معنى كده أن خلاص مسؤوليتي خلصت، لا، أنا محتاج أحمي هؤلاء، أسأل على دول. تكون الكنيسة دايما المكان الآمن، وعمرنا ما هنلاقي مكان آمن أكتر من جسد الرب، عمرنا ما هنلاقي حتة أسهل أن أنا أحتمي مع إخواتي، أطلب منهم أن هم يسندوني، أشارك الضعف اللي جوايا وأقول لهم حد يقف معايا، لأن هم حد وقف معهم قبل كده هيقفوا معايا. الكنيسة هي مكان الحماية، عشان كده هي مهمة. نقطة ثالثة أحب أشاركها معاكم، هي إن في الكنيسة مهمة علشان جوه الجسد بتكمل خدمتي الفردية. والحتة دي مهمة قوي، لأنه إحنا كتير بيبقى عندنا هذا الفكر وهذا اليقين ان انا مهم في حياتي الروحيه ان انا اخدم، ان انا يكون عندي خدمه والخدمه دي تبقى كويسه، والحاجه كويسه يبقى عندنا خدمه، لكن مش الحاجه المطلقه ان انا خدمتي تبقى ناجحه، مش الحاجه المطلقه ان انا اكون بؤدي دوري كما ينبغي، لان دايما خدمتي انا الفرديه تحتاج الى تكميل مع خدمات الجسد كلها مع بعض. وهي دي الصورة الكتابية. احنا كتير بنصدق ان خدمتي انا المهمة، وانا دوري لازم يكون كويس ولازم يكون ناجح، لانه اتعلمنا كده النجاح في حياتنا ان احنا الحاجة المسؤولين عنها نعملها كويس ونسمع كلام حلو فيها وناخد تقدير فيها، لكن هي الخدمة الحقيقية اللي الرب مستنيها هي خدمة من جسد متكامل. دوري انا مهم في خدمتي، لكن لو أنا عملت دوري كويس وإخواتي ما أدوش دورهم كويس أو خدمتهم كان فيها مشكلة، الخدمة على بعضها لا تنجح. مش كده اتكلم كتير قوي الكتاب المقدس عن فكرة الجسد الواحد وشكل الخدم فيها. وأحب نبص مع بعض على رومية 12 وهو بيقول الكلمات دي، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، لكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح. بيقول أعضاء كثيرة،
لكن كل واحد ليه عمل مختلف عن التاني، لكن كل جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. الشكل اللي احنا محتاجين نشوفه في منظومة العمل الخدمي ما ينفعش يكون قاصر على دوري، أنا لازم أشوف الصورة المتكاملة، إن لازم يبقى عمل كله على بعض. جوه الكنيسة بتعمل الشغل، إخواتي بيعملوا شغل، وكل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة للإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، المعلم ففي التعليم، الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسهور بسرور. أنواع خدم مختلفة ومليانة بالاختلاف. الراحم مش زي الواعظ، المدبر مش زي المعلم، زي النبي. كل واحد بيقوم بدور مختلف عن التاني، لكن الكل مع بعض ليهم عمل واحد. ياما نحس انه المهم اعمل دوري وخلاص وباقي ربنا يتصرف. لا، انا مهم يكون الكنيسة كلها بتشتغل صح. لو الواعظ وعظ كويس والراعي مهتمش بالناس اللي خدت الكلمة دي وخدت موقف معاها، الشخص ده مش هيجي تاني للرب، ممكن يجيش كنيسة تاني وممكن يسمعش الكلام ده تاني. لو الراعي اهتم بس انه يطبطب على الناس لكن ما اهتمش الناس تتعلم وتاخد الحق في حياتها وتتسند اختباراتها على الحق بالفعل، هذا الانسان هيتحول بعد كده انه مش هيكبر، مش هينضج، هيفضل دايما في الحتة بتاعت ايمانه قوي واقف على ايمان ولا ضعيف. لو احنا رحمنا بس لكن من غير ما نعلم، من غير ما نكرز، في مشكلة. عشان كده المواهب كلها والخدم كلها بتكمل بعضها البعض. كنيسة مهمة عشان خدمتي أنا تكمل. لو أنا بقود مجموعة، لو أنا بوضب الكراسي، لو أنا واقف على البروجيكتور، لو أنا بحضر التلاتين، لو أنا بسبح، لو أنا بزور الناس، لو أنا بخرج كرازة في قوافل، مهما كان نوع خدمتك الكل لازم يكون بيكتمل معا. عمر ما حد هيشوف نتيجة حقيقية للخدمة بدون ما الجسد كله يشتغل مع بعضه. في دراسة الكنيسة مدرسة المسيح بيوصف وصف جميل قوي عن سور أورشليم اللي بناه نحميا، وبيكلم انه في الخطة بتاعت نحميا ان كل واحد قدام بيته يبني الحتة بتاعته، فما تعبش انا هبني حته حاجه بتاعت مثلا 5 متر ولا 10 متر وارفع السور بتاعي، وجاري اللي جنبي يعمل 10 متر بتوعه، وهكذا ونلف حوالين اورشليم، فكل واحد عمل حتته يكتمل السور. بيتكلم في الدراسه اللي بيقول لو انا بنيت السور بتاعي كويس لكن اللي جنبي ما بناش، ساب متر فاضي، يبقى كاني انا ما عملتش حاجه، بالعكس ضيعت وقتي، لأن العدو هيخش من الخرم ده. السور لا يكتمل إلا لو كل فرد بنى السور قدامه. عشان كده الخدمة لا تكتمل إلا لما كلنا نشترك معا في هذا العمل. عشان كده مهم أصلي الخدمة تانية غير خدمتي، مهم نهتم باجتماع تاني غير اجتماعي، نقدم بعضنا البعض في الكرامة. لو أنا دايما شايف إن خدمتي هي الحاجة اللي ربنا هيجي قدامه أقول له أنا كنت أمين فيها، وربنا هينظر إلى قلبك بالتأكيد. لكن أنت لو على قلبك مجد يسوع على الأرض، أنت محتاج ترى الكنيسة مهمة، لأن فيها تكتمل الخدمة، لأن الرب يتعامل من خلال جسد واحد. النقطة الرابعة في أهمية الخدمة، أنا قربت أخلص مش هطول، انه وانا في الكنيسة بشوف الصورة الاكبر اللي انا ما اقدرش اشوفها. زي بالظبط لو انا في حتة وببص الناحية دي، فانا شايف مثلا حاجة بتاعت 10-15 متر، وفعليا انا بركز في 2 متر بس، مش بقدر اشوف الباقي اللي ورايا، ما اعرفوش، لازم الف، فلما الف مش هاخد بالي من ده. الصورة الكبيرة تتشاف لما يكون في كذا عين موجودة، والعينين دي مجتمعة مع بعض وعندها هدف واحد. مش كده في الكنيسة
لما الجسد كله بيجتمع يرى الرؤية الحقيقية العامة بصورة أوضح. نشوف الصورة الأكبر من الحتة اللي أنا شايفها، من الدور اللي أنا بؤديه، من الدعوة اللي أنا مدعو ليها، من التحدي اللي أنا شايفه تحدي. هنشوف الحاجات بشكل أعرض بكتير، فهقدر إن أنا أطلع من محدوديتي. اللي يقرأ في الكتاب ونبوات كتير عن الكنيسة، تتكلم الكنيسة لازم تمتد. أوسعي مكانك، أطيلي أطنابك عشان الخيمة توسع، لأنه الرب فيها ما ينفعش أحدده برؤيتي أنا المحدودة. لازم هو يجي في وسط الكنيسة ومن خلال الجسد المتعدد الأعضاء نقدر نشوف الصورة الأكبر. ونبص في الكتاب إن المرات اللي الرب فيها أطلق الكنيسة إلى عمل أكبر منها كان لما الكنيسة اجتمعت وشافت. حتة جميلة قوي في أعمال الرسل لما بنشوف اللي حصل في أعمال 13، إنه لما اجتمعت الكنيسة في أنطاكيا مع بعض، وكان بولس راح حتة وبرنابا جاي من حتة، وقعدوا مع بعض كام سنة كده يثبتوا هذه الكنيسة في الإيمان، وكانوا بيصلوا. وطبعا فكر إنه الموجود إن أنا يبقى عندي ديانة معينة أو حقيقة جديدة، معلومات عن إله، أنا حافظ عليها في الحتة اللي أنا فيها عشان أبقى قوي يعني، وأبقى متمسك ومتملك هذه الديانة في المكان اللي أنا فيه. لكن بنعرف أعمال 13، بينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. كان في دعوة قبل كده، قال لبولس أنت هتروح وتتألم قدام الأمم، وبرنابا أكيد قالها له في حتة تاني. فالروح القدس قال لهم اللي أنا قلت لبولس يلا اطلقوهم. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي ثم أطلقوهما. عايز أقول لكم دي كانت الرؤية الأكبر من كنيسة أنطاكيا اللي بسببها إحنا في مصر النهاردة عرفنا يسوع، اللي بسببها جايز أفريقيا عرفت يسوع وأوروبا عرفت يسوع، اللي بسببها جايز صار إن الكنيسة لها أجيال متلاحقة وورا بعض بتعلن وبتعرف من هو يسوع بشكل حقيقي. الصورة الكبيرة بتتشاف لما الكنيسة بتجتمع معا، فتشوف إيه هو الكبير. ونلاقي إنه برضو في أعمال 15 كنيسة في أورشليم كان عندها تحدي كبير قوي، لأن هي وهي في اليهودية كانت ليها الطبع اليهودي ما زال موجود. طبعا في السنين الأولى المسيح كان كتير قوي من الكهنة ورؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة اللي هم كانوا بيغزونا، وإحنا بنقرأ عنهم في الأناجيل، دول زي ما هم كده جم وبقوا مسيحيين، فجايين بأفكار كتيرة تقيلة، فكانوا رافضين إن الأمم تيجي للرب كده من غير ما يتهودوا، لازم يختتنوا ويمشوا في طقوس معينة. وحصل خلاف في الكنيسة وحصل مشكلة، وش كده اجتمع كل الأباء في الوقت ده في أورشليم، واجتمعوا يدردشوا ويتكلموا في الموضوع ده، وكان الكنيسة على شفا أول انشقاق ممكن يحصل يتسمع عنه، وكان دول متمسكين برأيهم، وبولس وبعض الرسل شايفين لا ده ربنا دعانا، وبطرس دعانا للأمم، وابتدى يحصل الخلاف ده لغاية لما الرب بسبب اجتماع الكنيسة وبسبب تواضعها وبسبب انه في وسط هذا ادى ليعقوب اخو الرب روح حكمة وكلمات حكمة، وابتدى يتكلم على الدعوة الحقيقية اللي في الكتاب المقدس. بيقول يا جماعة ده اتقال كده في وبكلم طبعا الجماعة القدام اليهود، سأرجع بعد هذا في النبوة دي وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، مش بس يطلب الباقون من الرب وجميع الأمم الذي دعي اسمي عليهم، هكذا قال الرب صانع، يقول الرب صانع كل هذا. وهنا بيقول لهم ده من الأول الرب عايز الأمم، عشان كده الرب بيعمل الخيمة بتاعته بطريقة تانية مش بطريقتك، مش بيرجع الهيكل زي ما انت تعرفه، لكن ده بيقيم دعوة جديدة بيسوع المسيح
يلا نبص على الأمم، يلا نرسل الأمم. وكان نتيجة هذا الاجتماع أنهم اتفقوا وابتدوا يرسلوا رسل كثيرين للأمم. وبسبب الصورة الكبيرة والرؤية العام الأكبر من كنيسة أورشليم شافوها، فكانت البركة للعالم كله. صورة كبيرة ما تبانش غير لو كنيسة مجتمعة. لو أنا بعمل خدمتي بس ومنهك فيها، أنا مش هقدر أشوف حاجة تاني. لكن إمتى أشوف حاجة أكبر مني وأعرف إنه في حاجة ربنا عايز يعملها أكبر مننا إحنا كلنا مع بعض، لما الكنيسة تيجي مع بعض. أشكر ربنا من أجل إن ربنا كلمنا إحنا هنا حتى ككنيسة في مصر وكنيسة هنا في قصر دبارة، وحط جوانا رؤية حقيقية إن ده قلب الرب، زي ما بيقولوا في حبقوق، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. دي حاجة محدش يعرفها، ده ما فيش ولا كنيسة في العالم تقدر تعملها، ولا الكنائس كلها متحدة مع بعض تعملها، لكن الرب وحده يقدر يعملها. لكن ده إيمان ويقين يتحط جوه الكنيسة المؤمنين المتحدين معا المتحدين بالرب، إن هما يصدقوا إن قلب ربنا هكذا، هو صانع أمر عظيم، فتمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. احنا بناخد هذه الآية كرؤية لينا ككنيسة، منها نشوف إن ملكوت الله أكبر مننا، منها نشوف إن خدماتنا مهما كانت ربنا عمال يطلعنا في حتت ويخلينا كنيسة بلا أسوار ونقضي خدماتنا برا الكنيسة أكتر ما هي جوه الكنيسة، مش هي دي بس هي الفكرة. إحنا نشوف إن ملكوت الله أكبر مننا، إن الرب مقاساته أعلى من اجتماعات وعمل خدمي. الرب يبغي خلاص الأمم، الرب يبغي خلاص العالم، رب على قلبه أن يجتهد العالم ويصنع في بلادنا وفي العالم كله عمل عظيم. إحنا ليه بنصلي النهضة في مصر؟ لأن الكنيسة اجتمعت، شافت أنه كنائس تعبانة مش عارفة توقف على رجليها، كنائس منقسمة، لكن لما قربت وسمعت قلب ربنا قالت إيه؟ عايز يجي مصر، عايز يصنع نهضة في بلادنا. مش كده بنصليها؟ مش بنصليها عشان إحنا واقفين كده عارفين هيعملها إزاي، لكن عارفين قلبه انه عايز يصنع هذا العمل الكبير. كنيسة بتخليني اشوف الصورة الكاملة، بتطلعني من محدوديتي ونظرتي الضيقة لدوري وعملي وعمل الله. انا بشكر ربنا من اجل كل واحد فينا، وانا معاك واحنا بنصلي من اجل بلادنا، وانا بصلي من اجل انتظاره في بلاد تانية وفي امم جنبينا، واحنا بنستناه يأتي في وحدة كنايسنا في مصر، وحدة فيها محبة وطلب الرب، واحنا بنقول يا رب تيجي لبلادنا الأيام دي بخير حقيقي وتخرجنا من الأزمة الاقتصادية اللي احنا موجودين فيها لطحنا الشعب. احنا مصدقين ليه؟ لأن ده قلب الرب اللي عنده مراحم حقيقية وآخرة صالحة لهذا الشعب. عشان احنا مصدقين لما بنقعد مع بعض، لما بنشوف الرب بيقول ايه فبناخده على قدنا. احنا لوحدينا بنبقى اشغلنا وبنتكلم على مشاكل اللي في الفلوس وفي في الدولار وفي الاقتصاد، بنتكلم زي الناس، بنقول ده مفيش امل، ده الدنيا مش عارف عامله ازاي، هنعمل ايه، هنسوي ايه، نحتار زيهم. لكن بنيجي هنا الكنيسه نلاقي عاملين نقول كلام معرفش ازاي الكلام ده جابتهم فين، جابتهم من هنا. احنا عارفين احنا امننا بمين، احنا عارفين الهنا اللي بارك شعبنا وقال مبارك شعب مصر لا يستطيع ولا يقدر ولا يرضى انه ينفصل عن هذا الشعب ويباركه. مش كده لما الكنيسة بتجتمع بترى الصورة الكبيرة، وما اجمل الصورة الكبيرة انها بتغيرك وتخليك دايما باصص على حاجة اعلى منك، تخرج من كل حاجة محدودة مضيقة عليك، لانها مش بامكانياتك مش بقدراتك، مش هتبقى سوبر مان عشان تعمل حاجات دي، لا بالعكس انت تبقى زي ما انت، لكن انت مع اخواتك متحدين معا بنصير جسد يسوع الحي الذي يصنع مشيئة الله ويتمجد في وسطنا. اخر حاجة احب اشاركها مع حضراتكم عن اهمية الكنيسة، ان الكنيسة هي مكان حضور
الله. ده المكان اللي يحب يحضر الله في وسط شعبه، في وسط أولاده. دي الحتة اللي بسهولة نتلامس فيها مع محضر الله، مش بس في الاجتماعات. آه طبعا في الاجتماعات أنا شخصيا بتلامس جدا مع الله، فلما بنسبح، لما بنعبد، لما بننسكب في صلاة ونطلب رب، بشوف بتلامس معاه، بشوف حضور الله. أوقات بقدر أشوفه بشكل كبير، أوقات مش بشوفه خالص، لكن ده مكان حضوره، ده مكان اللي بيجي يحضر فيه، ده وعده لينا. هو قال كده في مزمور 22 بيتكلم داود، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. أنت جالس وسط تسبيحات شعبك إسرائيل، ده كانت في العهد القديم، لكن أنت ساكن وسط تسبيحات الكنيسة. ليه؟ لأنه هو ده مكان اللي بيحب يقعد فيه، ده المكان اللي هو وعد في خروج، قال أسكن في وسطهم أنا الرب إلههم. شهوة الله أنه يسكن في وسط شعبه. عشان كده لما نجتمع معا هو موجود، مش بس نجتمع نعمل اجتماع للعبادة والتسبيح، لكن لما نجتمع معا واحنا بنصلي، لما نجتمع معا واحنا نخرج للخدمة، لما نجتمع معا عشان نكون بنمجده في حياتنا، الرب بيجي وبيحضر في وسطنا. ده المكان انت تقابل يسوع فيه. مش كده المسيح قال كده، انه حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي بيحصل ايه؟ هناك اكون في وسطهم. كتير قوي من كتر ما قلنا الآية دي استنزفناها، لكن تفكر فيها من فضلك. وعد يسوع جاي يقولك لو انت قعدت جنب اخوك، انتوا الاثنين او انتوا الثلاثة، انا معاكو، انا معاكو. هي دي الكنيسة، مكان اللي بيكتسب حضور يسوع في وسطيها. مش كده هي مهمة؟ مش كده احنا هنروح فين نشوفه؟ هنروح نقابله ازاي من غير ما تكون شعبه وجسده موجود؟ احنا نحتاج الى جسد المسيح لكي ما نراه. مش بس حضور يسوع في تسبيحنا وفي عبادتنا وفي صلاتنا وفي ايماننا، لكن شعر انه محتاج احنا كشعب اليومين دول نشوف ان الرب عايز يضع مخافته وهبته جوه الكنيسة. فنخاف الله مش نخاف منه، لكن نهابه لانه هو قدوس. لما الله يكون حاضر في حتة بيبقى صعب علينا نخطئ، مش كده؟ يعني كتير قوي من الخطايا اللي احنا بنقع فيها سواء بالكلام او بالافعال او بالافكار، لو احنا عارفين ان الله موجود او حتى حد من اخواتنا المؤمنين موجود معايا، غالبا مش هعمل الحكايه دي. ليه؟ لانه هختشي. او الاختشاء بقى الصح في الكنيسه ان مخافه الله تبقى موجوده حتى لو مفيش حد موجود، ان احنا مجتمعين معا انا قلبي يبكت لوحده، ان في مخافه، ربنا موجود، فلازم احترم وجوده، لازم اهابه، لاني عايز ابقى ملتصق بالروح القدس. ولو انا احزنت الروح القدس بخطيتي وبتعدياتي وبعدم غفراني وشكايتي، هيحصل ايه؟ الروح مش هيبقى حر فيا، لا، انا جوايا مخافه، بحب هذا الروح القدس هو حي فيا، فانا هكون بقدس نفسي، هقول لا الخطيه، هقول لا، مش هروح اعمل العمله السودة دي ولا العمله اللي كل الناس تعملها دي السهله، لان دي هتحرمني من الوجود امام الله، لان في قلبي مخافه الله. انا اصلي ان الايام دي بالذات ربنا يملانا ككنيسه بمخافته وبهبته، لان هو عايز ياتي في وسطنا بقوه ويصنع عجبا، ومش هيقدر يعمل كده غير لو تقدسنا فعلا. كده الكنيسة مهمة، كنيسة مهمة علشان بنتلمس فيها، عشان بنتغير فيها، علشان ده مكان اللي بحتمي فيه، ده المكان اللي ألجأ ليه في وسط الصعاب، وسط العواصف، إخواتي الملجأ ليا في وسط الشكوك، في وسط القلق، في وسط التجارب، ده المكان اللي خدمتي بتكتمل، بيبقى ليها معنى، بيبقى ليها قيمة. يا فرحتي لو انا عمال اعمل كونسلنج مع ناس، اعمل مشوره مع ناس، ولا عمال اوعظ اوعظ اوعظ، لكن مفيش حد بيكمل معاهم، مفيش حد بيوقفهم على رجليهم،
ما فيش حد بيضمن ان هم بيكملوا المشورة الصالحة اللي خدوها دي او الفكر والحق اللي هو غير حياتهم. محتاجين نرى هذا الامر كيسة مهم عشان كده. وفيها بس بتكتمل عمل الله. مش كده مواهب روح القدس المكان الصح اللي احنا نستخدم فيه هذه المواهب هي في وسط الكنيسة مع بعض. ما فيش موهبة تقوم لوحدها. في التسع مواهب اللي يكونوا للمنفعة على الأقل اثنين لازم يشتغلوا مع بعض. مفيش واحد يشتغل لوحديه. النبوة عايزة تمييز. الحكمة عايزة تمييز. الشفاء عايز بشارة يا فرحتي حشفي حد وبعد كده ما حدش هيكرز له. فكله عايز بعضه. كلهم بيشتغلوا معا. مفيش حاجة بتشتغل بفردية. لا الكنيسة مهمة عشان مواهب الروح القدس عشان الخدم الموجودة في وسطنا تفعل وتفعل صح. كنيسة مهمة عشان بقدر أشوف فيها الصورة الكبيرة تخرجني من دائرة الضيقة اللي أنا فيها وأشوف الله بحجمه وأشوف الامتداد اللي هو عايز يصنعه وأتحرك بإيمان مختلف عن اللي عندي لو أنا بشتغل في حتية الضيقة. والكنيسة أخيرا هي مكان الحضور اللي أنا لما أجي في وسط إخواتي يسوع بيجي يقعد معانا وبلاقيه. عايز اشارك حاجة اخيرة شخصية. انا الكنيسة غالية على قلبي قوي ودايما بشوف التحديات اللي موجودة في وسطينا. وياما شفت ناس تعبت جوه الكنيسة ومشت. وياما شفت ناس معايا في المجموعة ومجموعات تانية لانها اتضايقت من شخص او اتضايقت انها في وقت توقعت حد يقف جنبها او يسندها او ينصفها وما حصلش وباتت. لكن الكنيسة على بعض زي العيلة. مهما حد فيها صرف غلط او زعل او تقمص او بعد هتفضل عيلة. جسد الرب هيفضل جسد الرب. جسد الرب هيفضل يستاهل ان احنا نتمسك بيه لانه غالي. انا دايما المثل ده بيلمس قلبي قوي من ناحيه الكنيسه. هو مثل اتقال على ملكوت الله في المسيح قاله في متى 13 بيقول ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنه فلما وجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. وانا شايف ان الكنيسه زي اللؤلؤه الواحدة كثيرة السماء اللي تستاهل. تستاهل ان انا حد يقول علي حاجة واسامحه. تستاهل ان احس ان ما اتنصفتش لكن حفظ موجود وهحب وهغفر. انه هيخرج منها خطأ أنا حقف بطول أناه وأصلي من أجل إصلاح هذا الخطأ. ما أسهل الطريق الواسع وما أصعب الطريق الضيق. لكن الطريق الضيق حلو لأنه بيوصل للحياة. عشان كده يستاهل إن أنا أبيع كل شيء من أجله. وإحنا مع بعض الكنيسة مسؤوليتنا كلنا مش مسؤولية الرعاة ولا مجلس كنيسة ولا الخدام ولا قائمين على الاجتماعات. كل واحد فينا لو قرر ان هو هيشتري الكنيسة ويبيع كل شيء تستاهل ان انا استحمل. تستاهل ان انا اصبر. تستاهل ان اصلي تاني. تستاهل ان لو الخدمة دي فشلت مني اجرب حاجة تانية واشوف ربنا هيستخدمني ازاي. تستاهل ان اتحد باخواتي برغم ان هم وقفوش جنبي المرة اللي فاتت. لا تستاهل عشان ده جسد الرب لأنه لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن تستاهل إن أنا أقتنيها وإنها تكون موجودة. جسد الرب غالي على الرب. هو دفع ثمنه بالدم على الصليب. ولو هو شايفه غالي ويستاهل أنا عندي مشكلة كابن الله لو شفته ما يستاهلش. مش كده الكنيسة مهمة مش عشان الكلام اللي أنا قلته. لكن عايز أتحداكم النهاردة وأتحدى نفسي أيضا إنه الكنيسة بالنسبة لكل واحد فينا مهمة في إيه؟
أنا قلت شوية حاجات غالبا هننساهم، لكن مهم أن أنا أخد الموضوع بجدية وأرى لو إحنا لاخدين سرسان عن الكنيسة وعن دورها وعن أهميتها وزينها سبب بركة للعالم وسبب بركة لينا، أشوف هي ليه مهمة لي، وأعرف أن أنا الكنيسة دي مستنياني، الكنيسة دي محتاجاني، لأن أنا عضو في جسد الرب. خلونا ناخد وقت نصلي مع بعض. حط قلبك كده قدام ربنا وقول يا رب أشكرك من أجل الكنيسة، جسدك، جسد يسوع. أشكرك يا رب لأنه أنت لم تتركنا يتامى، أنت جيت لكيما تعلن ذاتك في وسطنا من خلال جسد يسوع المسيح. النهارده الرب بيبص على كل واحد فينا، ومن فضلك استقبل منه قبل اي حاجه انت تقولها في الصلاه، استقبل منه محبه جديده. رب عايز يجي بمحبه جديده، مش بس كلمات تشجعك النهارده، لكن رب عايز يجي بمحبه لناس فسطينا تغسل قلوبهم، تنقي قلوبهم من تعب، من اوجاع ومن الام. رب عايز يجي بمحبه لحياتك عشان تقبل نفسك زي ما هو قبلك. رب قبل ما يقول لك انت كنيسه مهمه ازاي، عايز يقول لك انت مهم، وهي الكنيسه مهمه عشان انت واحد فيها وانت واحده منها. اشكر الله من اجل كده، اشكر الله من اجل انت غالي في عينيه. خد خطوه تاني في الصلاه، قول يا رب عايز اشكرك على الكنيسه لانها اخواتي اللي انت بتحبهم بنفس الطريقه اللي بتحبني بيها. اشكرك لانه زي ما انا محبوب، اخويا محبوب، مش كده؟ انا اخد من عندك حب احبه بنفس المحبه اللي انت احببتني بها. اشكر الله من اجل حضوره في وسط الكنيسه، هو عايز يجي يحضر في وسطينا، واحنا عايزين في الدقايق اللي جايه دي نستمتع بحضور جديد مجيد لحياتنا. خلينا نقول الكلمات دي، ما احلى حضورك يا رب، ما احلى حضورك يا ربي، ما اجمل هذا المكان اللي فيه بنجتمع. ما تبصش غير على ان انت جنب اخوك وجنب اختك، كل اتنين تلاتة النهاردة موجودين، الدكة اللي انتوا قاعدين عليها فيها يسوع. لو تفتكر يسوع بيجي يقف على المنبر، لا، هو في الحقيقة هو قاعد على البنشات. ولو الروح ادانا بصيرة اعمق هتلاقيه مش بس على البنش، لكن هو جالس عند قدميك بيغسلها عشان يقولك انا بحبك وأكرمك لأنك أنت بتحبني، أنت خادمي. بيقولك كده، أنت خادمي، أنت تلميذي، أنت حبيبي. اقبل من فضلك النهاردة محبة يسوع، افرح بحضوره، وخلينا ككنيسة نقول له ما أحلى حضورك ربي، ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع، ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع، أشبع من خير بيتك، ارتوي من طاري
بقول ده بيقول إنه يعطي يضع في فمي ترنيمة جديدة. ومش قصده بكلمات جديدة ما سمعتهاش قبل كده، لكن جايز بروح جديدة وأنا برنم وأنا بسبح. عايزين نقف ونفرح بحضور الله بالكنيسة ونقول العدد الأخير اللي قلناه دلوقتي، واحدة سألت من الرب. يا رب أنا بصلي فعلا من أجل غسيل يا رب جديد من روح القدس لحياتنا، يغسل كل أفكار فيها انقسام وشكاية موجودة جوانا يا رب فعلا. يا رب فعلا إحنا كأفراد نستاهل يا رب فعلا كل عقاب، وإحنا غلطانين في أصل وشنا، لكن أنت يا رب مت علشان هذه الكنيسة الجميلة، أنت مت عن هذا الجسد لكي ما تصنع جسد حي يعلن يسوع المسيح. عشان كده لما نيجي بنشوفك أنت ما بنشوفش أنفسنا. عشان كده إحنا جايين النهاردة، ادينا يا رب ترنيمة جديدة، ادينا بصيرة جديدة، ادينا كلمات جديدة، ادينا روح جديدة، واحنا بنسبحك واحنا يا رب بنصبو نحو حضورك ونقولك رب واحدة سألته، مريض أنا بحبك. صلي كده أقول يا رب أنا عايز أمرض بالحب، اقوى عليا بالمحبة اللي انت بيها صنعت جسدك على الأرض الكنيسة، فأحبك لأنك أنت مستحق الحب. واحدة سألت من الرب، خلينا نقول هذه الكلمات. واحدة سألت أملك علينا يا يسوع، أملك علينا، خلي دي صلاتنا دلوقتي احنا مع بعض. أملك علي، أملك على أخواتي، أملك على الناس يا رب اللي قاعدة في البنش اللي قدامي واللي ورايا، أملك على الناس اللي واقفة والناس اللي قاعدة، أملك على الناس اللي حاضرة معانا دلوقتي عن طريق التلفزيون والسوشيال ميديا. أملك يا رب علينا، أنت ابني عرشك في وسطنا لأنك أنت مستحق أنت تكون جالس على العرش هذه الكنيسة، أنت الرأس وإحنا الجسد. نشكرك أن أنت ممجد في وسطنا، اعلن مجدك يا رب، اعلن مجدك اكتر واكتر يا رب. نحبك لانك انت رب وعودك صادقة، وانت حي في وسطنا، وانت لما قلت انا ممجد فيه وانت كان قصدك فعلا تتمجد في وسطنا، وانت تتمجد في وسطنا. نشكرك يا رب فعلا، املك علينا، املك علينا. خلينا نقول له هذه الكلمات، يسوع نتوجك، نتوجك تبني عرشك في وسطينا. وانت بتقول هذه الكلمات صليها بتشفع حقيقي عن الكنيسة، مش بس كنيستنا هنا في قصر دبارة لكن على كل كنيسة. تعال على الكنيسة رب فعلا بملك جديد، ابني عرشك في وسطها، اعلن ذاتك، اعلن حضورك. نتوجك يا رب، لا يوجد ملك ولا رئيس آخر ولا قائد تاني غير يسوع المسيح رأس هذه الكنيسة. يسوع نتوجك، نعلن ملكك، تعال في وسطنا وسط صبحنا.
رسول بولس بيقول في رسالة كورنثوس انه لو كنيسة مجتمعة وروح الله حاضر وفي نبوة وكلمات من الله وفي حد دخل من بره هيبكت وهيأتي مقدما نفسه للرب ويقبل يسوع في حياته. صلي كده يا رب دي الكنيسة اللي انت جالس على عرشها اللي حضورك بيملأها، احنا نصلي ان احنا نكون كنيسة كده. صلي كده يا رب انت الكنيسة اللي فيها اعلان عن يسوع لكل شخص غريب، دي الكنيسة اللي يدخل فيها الشخص المربوط المقيد من عدو الخير يحل ربته ويتحرر، دي الكنيسة اللي يخش فيها الشخص اللي قلبه مكسور ويشفى، دي الكنيسة اللي يأتي إليها كل حد بضعف أو بمرض أو سقيم ورب يلمس حياته وجسده. خلينا نصلي الآن يا رب. يا رب قول له، قول يا رب أشكرك يا رب فعلا أنت تأتي إلينا في هذه الأيام. قول يا رب وسع إيماننا يا رب نحو الكنيسة أن الأيام دي أيام مجيدة، أن السماوات مفتوحة زي ما قلت لنا كده في أول السنة، إحنا نطلبك فتأتي في وسطنا بغمر جديد، أنت تشق السماء وتنزل إلينا بإعلان جديد عن ذاتك. اسمع في وسطنا رب حسب رب سلطانك، تعال بكثيرين يعرفوك، تعال بكثيرين مقيدين ليتحرروا من قيود الإدمان، من قيود الشهوة، من قيود محبة المال، من قيود العالم. تعال بكثيرين يا رب من المرضى يا رب فعلا اللي عندهم أمراض كثيرة نفسية وجسدية، ومد إيدك بشفاءات. ارفع من فضلك حد دلوقتي انت عارفه، سواء مقيد بروح شريرة او مقيد بقيد او خطية، ارفع ايدك لو تعرف حد دلوقتي سقيم او مريض او محتاج الى شفاء. احنا الايام دي رافعين كذا حد مريض، منهم حد اسمه ولد من اسمه بيتر في القصر العيني دلوقتي في كوما. احنا عايزين نرفع الصلاة، نكمل صلاة الكنيسة من اجل بيتر ومن اجل كل شخص انت رفعه دلوقتي بالايمان. قول يا رب مد ايدك يا رب فعلا، انت تصنع يا رب فعلا في وسطنا بحسب حضورك بحسب مجدك. انت اللي قلت انا ممجد فيهم، عشان كده مجدك يأتي على كل هؤلاء اللي احنا رفعينهم. المقيد يتحرر، البعيد يعرفك، الخاطي يتوب، وكل يا رب من على في حياته فيه يا رب كسرة أنت تقيمه. نرفع لك يا رب مرضانا أيضا يا رب فعلا، نسأل من أجلهم، من أجل أنت تأتي بشفائك يا رب لحياتهم في اسم يسوع المسيح. أنت الإله الشافي، شق السماء وانزل إلينا. هيا نوسع إيماننا دلوقتي ونطلب الله. الرب عايزك أنت اللي تطلب. رب بيبص لكل واحد فينا، مسؤولين احنا على اتيان وحضور الله في وسطينا، مش فريق التسبيح ولا الراعي ولا المتكلم ولا القادة ولا الخدام، لكن كل واحد فينا مسؤول عن حضور الله لما نطلب الله بقلب واحد. شق السماء وانزل الينا. اللي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء في لله مشيئة. اللي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء في لله مشيئة. Thank you.
خلونا اننا نتحد مع بعض في الحاله العقبانيه. يا رب احمعنا حينما ندعو بحق قائلين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمنتمين الينا ولا تدخلنا في الاجربه لكن نجينا من الشرير من محيش يسوع ربنا لاننا الملك والقوه والمجد من الان والى الابد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.